أشرف رئيس لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيد نعالي والمحمد خونة اليوم على تدشين مقر الحزب الجديد بحضور عدد من الشخصيات السياسية الفاعلة في المشهد، وأكد رئيس الحزب على مكانة الحزب والتزامه بخطه السياسي الذي أسسه عليه رئيسه المؤسس الرئيس السابق محمد والعبد العزيز. وأضاف والمحمد خونة بأن الحزب مستمر في نهجه الداعي إلى بناء الوطن وازدهاره. ها نحن نحتفل اليوم بتدشين المقر الجديد لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بعد 10 سنوات من العمل السياسي الدؤوب والنضال الفعال من مناضلي وأطري ووجهاء وقادة حزبنا، مكنت من توضيط أركان الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة التنمية، وتوجت بانتقال سلمي للسلطة من فخامة الرئيس المؤسس لحزبنا الأخ محمد بن عبد العزيز إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد الأخ محمد الشيخ القزواني، حيث تتواصل مسيرة النماء والديمقراطية التي ستتعزز بدون شك في السنوات المقبلة أكثر فأكثر بحول الله. أيها السادة والسيدات، لقد كان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وسيظل قطب الرحى في كل عملية سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ودبلوماسية وأمنية تؤدي إلى رفعة هذا البلد وازدهاره وسكينته. بعد تدشينه من طرف لجنة تسييره، ظهرت على واجهة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صورة للرئيسين رئيس الجمهورية المنتخب محمد الشيخ الغزواني والرئيس السابق محمد والعبد العزيز، الأمر الذي أجاب على الكثير من الإشكالات التي أثيرت مؤخرا حول الحزب ومآلاته. ويأتي هذا التدشين وسط حديث عن استقالات داخل لجان البرلمان بحجة اعتراضات على خياراتهم كمقررين كما تحدثت بعض المصادر. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يفتتح مقره الجديد بحضور شخصيات بارزة من الطيف السياسي بالبلاد بإشراف من لجنة تسيير الحزب التي تولت إدارته منذ إلغاء هيئته في مؤتمره الأخير. افتتاح ظهرت في واجهته صور الرئيسين الحالي محمد الشيخ الغزواني والسابق محمد عبد العزيز مؤسس الحزب منذ 10 سنوات مضت، وهي الصور التي ربما شكل ظهورها في الحزب من جديد إجابات على عدد من الإشكالات التي أثارت الخلافات التي ظهرت بالحزب خلال الأسابيع الماضية حول مرجعية الحزب ومدى ارتباطه بالسلطة القائمة. ولعل الانتقال إلى المقر الجديد يصاحبه تحولا في مستوى تعاطي الحزب مع المشهد السياسي خصوصا بعد الرئاسيات الأخيرة ومدى قدرته على التكيف مع التغييرات التي شهدها مؤخرا بعد تسليم مؤسسه للسلطة طواعية وتكريسه لمبدأ التناوب السلمي على السلطة في ظل دعمه لرئيس الجمهورية الحالي. انتقال الحزب إلى مقره الجديد وتعاطي معظم الطيف السياسي مع دعواته يأتي بعد أيام من تجديد الحزب لطواقم فرقه في الجمعية الوطنية بشكل كامل، ما أثار لغطا سياسيا كبيرا بين أقطابه داخل البرلمان وخارجه رغم الإجماع على هيئاته عبر التصويت. لكن مصادر أخرى تتحدث بشكل حاسم عن استقالات لعدد من نوابه من مناصب في لجانه المنتخبة أخيرا بالبرلمان، حيث تؤكد مصادر صحفية عن استقالة معظم مقرري اللجان الذين ينتمون لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية تحفظا على المناصب واحتجاجا على طريقة الاختيار بصفتها لا تمثل رأي الأغلبية، إذ تعد طريقة ممنهجة لإقصاء عدد من النواب
وهي المعلومات التي لم يؤكدها الحزب ولم يعمل على تكذيبها، ما جعل بعض المراقبين يرونها بداية أزمة مقبلة قد تعصف بالحزب من الداخل أو تعيقه على الأقل كأحد أكبر أحزاب الأغلبية بالبلاد، فيما يرى عدد من المراقبين بأن ما يعيشه الحزب مجرد زوبعة خلافات لترتيب الحزب من الداخل ريثما يستعيد مكانته بعد بزوغ ملامح مشهد جديد ما يزال قيد التشكل. ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو السيد نور الدين فرانسوا فيدرالي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. مرحبا بك سيد نور الدين. بداية، هل تعتقد أن الانتقال إلى مقر جديد للحزب هو سياسة جديدة للعودة إلى المشهد السياسي من جديد بعد صمت أثير حوله الكثير من القضايا من أهمها انتهاء الحزب؟ السلام عليكم ورحمة الله. أتشرف بهذه الاستضافة في استوديو الساحل وأشكركم على هذه الدعوة رغم أني ما كنت مستعد لها. كان عندنا نشاط كيف قلتوا على مستوى عالي، كنا نحضروا لنا زمن اللي هو التحول أو الانتقال من مقر القديم إلى مقر جديد، وهذا ما هو شيء كبير من قدو، فقط للتأكيد على أن الحزب بالنسبة لحجمه هو وبالنسبة لمستواه وبالنسبة لتمثيله على مستوى التراب الوطني كامل يستحق أن يكون في مقر لائق بمكانته ليس أكثر. فيما يخص على أنه قد يعود من أجل بعث أو نعش الحزب من جديد، أنا أرى أن الحزب في هذه الفترة الماضية ما قد غاب عن الساحة السياسية وبشهادة الجميع، لأن الحزب الوحيد الذي له تمثيليات وله مقرات وهيئات على جميع مستوى التراب الوطني في جميع البلديات في جميع المقاطعات وجميع الولايات، والعمل الحزبي عندنا مستمر ما قد توقف. هذا لا أحد ما يعرف الحزب، حزب الاتحاد الجمهوري، جميع مقرات الحزب بما فيه الفدراليات والأقسام وحتى الفروع نشطة تعمل ليل نهار، لكن العمل السياسي عمل تطوعي ما هو كيف عمل الدولة ولا عمل الحكومي إلى بدل من الثامنة وأصباح وميدي وتروازر وقاتر، إنه أي وقت قد يعود فيه نشاط الله فيه أمر يتطلب أن نجتمع والله نجابر ونجابر له، وبعض الأحيان قد تعود مدقة عندها شغالات أخرى ما هو ذا، لكن ما قطعت فيه فراغ ولا قط خلى الساحة خالية، بالعكس نيت لما رجعوا للحملة الماضية الحزب الوحيد الذي كانت مقراته كاملة مجهزة ومعدة باللوازم اللي تتطلب الحملة للدعاية من أبواق ومن مكبرات صوتية ومن لافتات ومن إمكانات حتى ولوازم مادية كانت متوفرة في جميع المقرات. والحزب الوحيد اللي في الحملة الماضية ما بعد تحدثوا عما بعد الحملة، نعم، فيماذا كان ينشط حزب الاتحاد الجمهوري؟ حزب الاتحاد الجمهوري منذ نشأته كان نشط على الساحة السياسية ولا يزال، وبسط شيء لأنه ما قد خلقت مسألة اجتماعية تطلب أن يدخل فيها الحزب في هذه الكوارث الطبيعية التي تقع بعض الأحيان أو الفيضانات، وهذه ما شفت اللجنة المكلفة بالعمل التطوعي والمجتمعي تقوم بدورها وتقوم بشرتها، وقد شفناها دور تلاحظ دائما فيه بعض الأحيان بعض الأنشطة تقام من مثلا دون دسان طاع الدم هذا وياسر من الأمور يقوم بها الحزب دائما. طيب كلمة التدشين التي ألقاها اليوم رئيس اللجنة المؤقتة أكدت على استمرارية النهج الذي كان عليه الحزب إبانة كان الرئيس محمد والعبد العزيز وهو مؤسس الحزب، هل هذا تأكيد على التزام هل ما يعنيه هذا الكلام في هذا الظرف السياسي بعد تأجيل المؤتمر الحزب؟ المؤتمر لم يؤجل، تأجيل تنقال شيء وحدد الوقت وعقب ما وعد وما قد حدد الوقت، لكن كنا دائما في ترتيبات على أن يعطينا عدو المؤتمر يقال ما قد حدد الوقت، لكن كنا نحن المناضلين وقادة الحزب نختاره ويعدل في نوفمبر، وعقبة ما قدرت تخلق في نوفمبر به اللي شفنا على فم عيد الاستقلال وفم مهرجان المدن القديمة وارتأينا على أن نحاولون وقت آخر يا غير ما هو تأجيل باليوم ما قد حدد الوقت.
طيب ظهرت ما زال قدامنا. المهم السؤال كان حول السؤال كان حول ما سألتك ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ الاستمرارية فيما يخص استمرارية النهج. نحن هون نختار ونقتلكم على أن رئيس الجمهورية الشيخ محمد ولا الشيخ محمد ولا الشيخ الغزواني نعتبره على أنه رجل من أركان هذا النظام وكان مساهم فاعل في الأنجازات التي تحققت في العشر الماضية وكان شريك للنظام السابق في الأمور الكبرى كاملة لهذا البلد وهذه مفخرة لنا ومعتزين بها. الحزب عند السيد الرئيس الحالي على ترشحه كمترشح مستقل وهذا عادي وطبيعي به اللي بعد حتى والعبد العزيز اللي مؤسس حزب الاتحاد الجمهورية ما ترشح من الحزب ترشح دائما مستقل. لماذا؟ لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المناضلين اللي قد يقعدوا معهم اللي بيقر وقد يقعدوا من المعارضة وقد يقعدوا ما يعدوا سياسة. يا قير نأكد لك أن الذراع السياسي لهذه الحكومة ولهذا النظام هو حزب الاتحاد الجمهورية. القضية بسيطة لأنه الحزب اللي مكتسح موريتانيا كاملة ما فيها كيف قلت لك بليدة ما عنده فيها مقر ولا فيها بليدة ما فيها هيئاته من عند الوحدة القاعدية للفروع للقطاعات للأقسام والاتحادية. أيضا منين نشوف البرلمان برنامج تعهداتي بسم الله لا ينفذ لا ينفذ عن طريق هذه الناس اللي تتعيط في الشارع لا ينفذ عن طريق البرلمان. البرلمان نحن عندنا منه نسبة قريب من 80% عندنا 102 من النواب من حزب الاتحاد الجمهوري. المجالس الجهوية عندنا جميعها موريتاني ما فيها واحد عند حزب آخر. البلديات عندنا منها قريب من 210 قالوا البيان على اللي جبر شواي ما ينحرقوا يدين. هذا الحزب هو أول حزب على ندعمه للمرشح والمرشح آنذاك لم يزور أي مقر حزب إلا حزب الاتحاد الجمهورية. بسم حالهم قدوا نفروا منه وبسم حالهم قدوا ما نمشوا معاه. نحن داعمين وبدأنا داعمين واشتغلنا كاملين من أجل نجاحه والحمد لله تحقق هذا الهدف وتحقق بجهود هذه الهيئة المتماسكة اللي هي حزب الاتحاد الجمهورية. والاجتماع اليوم كانت رسالة واضحة لإقناع تلوك اللي يقولوا أن الحزب ما تخالي والله ما قطعت خالي لأن الحزب مازال متماسك وخالق خالق شمل الأحزاب. ظهوره ووجوده اللي مع الصوت ومع الكلام ومع الحس نحن قوتنا في سكاتنا يقر عند الفعل ننشافه وننشاف أن حزب واقعي ولا يتحدي يتجاوز ويسوه منهم. والقزواني رجل ترشح مستقل وعاد رئيس موريتاني ورئيس جميع الموريتانيين بما فيها المعارضة وبما فيها الولاة لكن يفهم الجميع على أنه أساسا برنامجه لا يطبقوا بالتعاون مع هذا الحزب اللي مرجعيته بالنسبة لنا محمد بن عبد العزيز لأنه مؤسس الحزب. طيب هل ظهور صورة الرجلين على واجهة مقر الحزب الرئيس محمد والرئيس الشيخ محمد أحمد ول الغزواني والرئيس السابق محمد بن عبد العزيز هو تأكيد على التزامكم بالرجلين أم رد ضمني على الخلافات التي شهدها الحزب مؤخرا حول تشكيل حول من يشكل مرجعية الحزب؟ في الحقيقة هذا شكلي لأن موضوع صور ما يلقى قاع ندخل فيه بيدي موقع مقدم. صورة محمد بن عبد العزيز موجودة في الحزب لأنه هو المؤسس لحزب الاتحاد الجمهورية لكن تانا هو مؤسس حزب الاتحاد الجمهورية تعود صورتي فهم وإذا كان واحد آخر تعود صورته فهم. يا غير الاتحاد الجمهورية مؤسسه محمد بن عبد العزيز ومن طبيعة الحال على الرئيس الجمهورية اللي هو الرئيس الفعلي لهذا النظام الحاكم بأغلبيته كاملة وهذا ذراع السياسي على صورته موجودة في الحزب هذا طبيعي. لا نعطيك مثال منين تزوري مثلا مقر ديغوليين في فرنسا اليمين الفرنسي شرب ديغول صورته فما ما يتعقد من أحد ولا شاهد حد قاع أخبارها إلى أغستي بوليفي بار إكزامبل إيفو موراليس صورته مديورة في الحزب يا قير مديور حدا سيمون بوليفار هذه مرجعية للحزب هذا مؤسس الحزب. طيب وصورته إنين يحكم القزواني 10 سنوات ويجي رئيس آخر ويعود من نحن الأغلبية ومن الحزب الحاكم صورة عبد العزيز لا يتم لا أفهم بهذا هو مؤسس الحزب. يا قير ما هو تقاسم الأدواء ذاك رئيس هو عبد العزيز بعد قال بصورة صريحة
ألالو لن يقبل أن يكون رئيس من وراء الستار، والقزواني لن يقبل أن يكون أن يدار من وراء الستار. هذا قالوا مقابلة واضحة، يا غير خارج من الناس يختاري شوش الأغلبية، يا غير ما هو لا ينجح فيها. بيدي نعتبره نحن لأن هذا الراجل هو رئيس موريتاني، يا غير راجل من الأغلبية ما هو جاي من المعارضة، وهذا من حسن حظنا. إذا كان قبيل نجح واحد من رؤساء المعارضة الآخرين خلوها له وخلوا لهم الصور اللي بقديم، يا غير ذا الراجل اللي نجح راجل من أحلى الأغلبية. طيب هناك حديث عن استقالة بعض من نواب البرلمان، نواب البرلمان من لجان البرلمان احتجاجا على طريقة اختيار فرق البرلمان، هل هذه المعلومة صحيحة؟ وهل يعني ذلك أنكم فعلا في الحزب تواجهون أزمة خلافات حقيقية؟ غير صحيح إطلاقا. أنا من هذا المنطلق أنفي لك أن هذه القضية ما هي خارجة، الخارج منها نقدر نقول لك الحزب أعطى أسماء اللجان وأعضاء اللجان. خالد وحدين انداروا في لجان، مثلا لجنة الشؤون الإسلامية مثلا ولا الشؤون الدينية، يندار فيها واحد تخصصه المالية ولا يندار فيها واحد تخصصه الصحة، قالوا هما على أنه يختاروا يراجع ذا كلها يندار البلد منين هو تخصصه وليس أكثر، ولا هون أي أزمة. وقالوا أنهم في الأخير ذاك القرار ما اللي لقابوا الحزب هما ما سحنوا لوجودهم. وهذا بعد قايل هون على اني اتصلت بالجهات المعنيه في البرلمان وطرحت لي من سؤال في القضيه، وقالوا لانه ما فهم اي خلاف، قد تكون هم خلافات في القضيه، فهم واحدين هم اللي قد يعودوا ما يختاروا يطلعوا ذاك ذو اللجان به اللي مثلا انا نطلع مقرر في لجنه تجديد القادم ما تقدر نطلع في لجنه اخرى ولا تقدر نترأس لجنه اخرى، يقدر يعودوا عندهم طموح اكثر من هذا، يا غير ماشي اكثر من قدو. الحزب ما في اي خلافات، الحزب متماسك، والصورة كانت واضحة اليوم باعتراف الجميع، حط خرصها وخرص الناس القاعدة كاملة في البريمير بلان، يعرف على أن الناس كاملة في البلد وماشي في ذا الحزب وداعم ذا النظام من أجل تنفيذ برنامج تعهداتي بقيادة الأخ الرئيس محمد الشيخ أحمد الشيخ القزواني. إذن السيد نور الدين فرانسوا فيدرالي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، كنت ضيفنا في الاستديو، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.